الناس مو مصدقين انت مسويه حادث ومسويه ترميم، يقول لك لا يبا قاعد تكذب علينا، رايحه مسويه تجميل. تخافين يعني انت تقولين انا مسويه تجميل؟ لا مي ما خاف، خلي يروحون يشوفون لقاءاتي. انا قايله بلق احد من اللق احد من اللقاءات قايله ومصرحه، قلت لهم نطروا خشمي الجديد. انا ناويه اوريدي كنت اسوي خشمي، لان اوريدي عندي كسور وتهشمات، وكنت احقنه فيلر، ويتني معلومه طبيه ان كثره الفيلر راح شنو تسوي بالخشم مع العمر؟ يروح، ماكو خشم. إذن انا اوريدي ما اتنفس، انا ما راح اخاف اذا بسوي عمليه تجميل. انا قلت بسوي عمليه تجميل، بس كل سنه من خوفي ان شكلي يصير مو حلو، وهذا وجهي وانا معتمده على وجهي، كنت اجل. وانت فاهمه الخشم مو هين، نفس صحيا مو هين وشكليا مو هين. 6 أشهر يا بيج، 6 أشهر الى سنه وانا ممثله، يعني شغلي بيوقف، وايد اشياء بتوقف، هذا رزق. فكنت اجل أأجل أأجل أأجل، بس شاء القدر أن بعد الحادث لا، الكسر كان وايد خطير وفكي راح وسويت. وعشان تخيلي، عشان أدري أن الناس بتقول هالكلمة هذه بالذابة وتجميل، سكت 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 لين سويت العملية وخلصت وكذي، وسويت لقاء كامل مع الدكتور علشان بس أتحاشى هذه كلمة الكذابة، ولا لأن خلاص تعبنا من التقويل والأقوال هذه والإشاعات والدنيا والميديا هذه اللي ما لها إلا قالت سوت حطت شالت. قالوا كذابة، واحد لا خلق يروح يسوي فيديو أو فيلم كامل يتحكي عن هذا الموضوع. سكتكم لي خلق، وبدأ أنا سويته في الأسبوع تقريبا الثالث. هو طبعا تدرين الجبس متى ينشال؟ عقب أسبوع. أنا خليته 3 أسابيع لأن أنا مو تجميل. قلتي ترميم، هو فعلا ترميم، انا خشمي ما في متهشم، ترميم وتجميل. يعني انا دش معي دكتور انف واذن وحنجره ودكتور مساعد له، واخر شيء دكتور التجميل اللي بيسوي لي كان الفيلر، بيشيل باجي الفيلر الحساسيه والتليفات، وهو بنفس الوقت هو دكتور تجميل انف، فسوالي خشمي. قال لي بس يخلصون انا راح ارفع لك شويه الخشم، اضبط لك اياه، لان عندك الانحراف فتحه اكبر من فتحه، راح اطلع لك الفينشينج. اكيد انت داشه عمليه، داشه ليش ما تسوين؟ سويت. فانا مو كذابه، انا ما عندهم كله كذابه، ما عندهم كذابه. ليش؟ يمكن يبونك تصيرين كذابه. زين سووا خشمكم، ايش قاعد زعلانين؟ التعليقات السلبيه اللي قاعد تجي لك، ترى صرتي جكره، ترى مو حلوه، اول كنتي احلى. مي انا وايد يعني، وانت تدري انا اسمع وما ارد. انت تعرفيني ارد؟ ما ارد. من راقب الناس ما تهمن. انت بتقول عني اليوم، بس باكر يمكن القدر يجمعني فيك بموقف انا انت تحتاجني وانا بوقف معاك، فليش ارد عليك؟ تعليقات سكرتها بالانستغرام لعلمك، نهائيا. اوكي، اشتري دماغي، عندي عيال ما كبرت، ما اشتري دماغي قاعد اسمع هذا شو يقول وهذا شو يقول.